يا من الفاميلي الكبير اللي لاباس عليكم بخير صحه مزيان نتمنى ربي يحوالكم تكونوا على خير وبخير بالصحه والسلامه طول العمر. اليوم بغيت نوجد الدنجال معمر بالكفته والبصله وفوقهم الفرماج. خلينا نمشيو نوجدوهم ان شاء الله مجموعين. السلام البنات، اليوم بغيت نطيب الدنجال. بغيت نطيبه بواحد الطريقه بواحد الوصفه بغيت نشاركها معكم ان شاء الله. عندي هنا الماء والملحه، الملحه زايده البنات. هنايا عندي نص كيلو ديال الدنجال، زولت له هاد العود وهاد الوريقات وغادي نقسمو هكا في النص بحال هاد الشكل هكا، وغادي نخليه يرقد ليا شويه في الماء والملحه باش كيطلق ديك الصفوره ديالو وكيطلق حتى داك الماء ديالو، ما كيجيناش ميه بزاف. هكا فاش تترميوه هنا رميوه على هاد باش ما تكحلكمش وطلق داك الماء اللي يكون عندنا الدنجال. غادي نخليه يرقد واحد 10 دقائق او ربع ساعه بيد ما يسخن ليا الماء في البرمه مزيان. انا درت الماء في البرمه وحطيته يسخن، وعاد غادي نكمل معكم المراحل ديالو ان شاء الله باش ملي غادي يتفور غادي نعمروه بالكفته ونديرو فوق الفرماج، وغادي نوريكم الطريقه ان شاء الله كيفاش غادي ندير نوجدو من الاول حتى للتالي. ودابا غادي نهز الدنجال، ها نتوما شوفوا كيفاش كيبقى، راه كيبقى بيض كما قطعتوه، وغادي نحطو على هاد الجهه هادي هكا في الكسكاس. خاصو يتحط على ديك الجهه باش ما يهبطش دغيا، راكم عارفين الدنجال دغيا تيطيب بحال هكا. وغادي نديرو يتفور، ها هو تيتفور. غادي نغطيه غير بالغطايه هكا وغادي يتفور. انا غادي نوريكم الطياب اللي غيبقى فيه حيت غادي يطيب لينا غير هنا، وملي غادي نديروه في الماكينه ديال الطاكوس راه حنا غادي نديروه غير باش يذوب لينا الفرماج. انا غادي نكمل معكم المراحل ان شاء الله حتى التالي. ودابا غادي نديرو الكفته. هنا عندي 250 غرام ديال الكفته ديال اللحم البنات البقري، وعندي هنا بصله خضريه مقطعه، وعندي معلقه ديال الزبده. ها هي غادي نضيفهم هنايا، وغادي نشعل البوطه وغادي نخليها هاد الكفته مع البصله والزبده ديالنا يتقلاو مزيان مزيان يتشحروا حتى ينزلوا، وملي ينزلوا عاد غادي نضيفوا العطريه ديالنا. انا غادي نوريكم ان شاء الله اش غادي نضيف في العطريه، وغادي نبقى نتبع معكم المراحل حتى التالي. دابا غادي نخليو الحشوه ديالنا تنزل وتشحر ورجعوا ان شاء الله. ودابا غادي نضيفوا العطريه ديالنا. الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، شوفوا نتوما كيفاش كتبغيوها، واش مالحه ولا مسوسه الطياب ديالكم كيفاش كتبغيوه، واش مالح ولا مسيس. شويه ديال الابزار وشويه ديال الفلفله حمراء، نص معلقه نص معلقه بالعبار ديال معلقه القهوه، ونص معلقه ديال الكمون ها نتوما، ونص معلقه ديال القزبر يابس. هادو اللي غادي نديرو فيه، هذه هي العطريه ديالها، وغادي نخلطوها مزيان ونخليوها تشحر واحد شويه في هذه العطريه، وغادي نزولوها. بالنسبه للزيتون اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش ما يديروش. انا هنا غادي نزيد معاها شويه ديال الحامض مسير، ما غاديش ندير الزيتون كملي غندير الحامض مسير. وهذا هو الحامض مسير، غادي نقطعه رقيق بزاف بزاف، ها رقيق. انا درت غير سنينيف باش ما يجينيش عاطي اللوغو الحموضه بزاف، هو راه كيجي زوين عاطي اللوغو الحموضه زوين، غير انا ما كنبغيهاش بزاف حيت عائلتي ما تيبغيوش الحموضه بزاف
هكا. انا درت سنينيت ولكن ملي كتعطي واحد المذاق الحامض كيعطي واحد المذاق رائع. ودابا ها هي الحشوه ديالنا وجدات، ها نتوما هي تشحرات ونشفات من ديك المويه اللي فوقات وتخلطات مزيان، تسانجو المقادير والعطريه. دابا غادي نطفي عليها وغندوز نجبد الدنجال ديالي راه وجد، ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نوريكم كيفاش غادي نعمروه. ودابا هذا هو الفرماج ديالنا، هو الفرماج الاحمر محكوك، وهذا هو الدنجال. غادي نبدا نعمرو، غنشد المعلقه وغندير له بحال هكا هكا، وغنهز الحشوه وغادي نعمرها له في الوسط هكا بحال هاد الشكل. ها هي، حاولوا تضغطوا بالمعلقه ولكن ملي غير بشويه باش ما يتقطعش هكا وتخرج لكم الحشوه من هنا من التحت، خاصو يبقى صامت بحال هاد الشكل. وانا غادي نبقى مستمره ها نتوما بحال هاد الشكل هكا، بركو هكا في الوسط ها غير بشويه باش ما يتثقبش من هنا، وغادي نعمر بحال هاد الشكل هكا ها نتوما. وغادي نبقى مستمره حتى نسالي الدنجال ديالي كامل، وعاد غادي ندير فوقو الفرماج وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير نطيبو. وهذا هو الدنجال ديالنا ملي تعمر، شوفوا كيفاش جا. دابا غادي نديرو فوقو الفرماج، غنديرو بحال هاد الشكل هكا هكايا، حاولوا نضغطو عليه باش يلصق لينا على الحشوه، ولكن ملي مشي تضغطو بزاف حتى يخرج الحشوه في الجناب، لا غير بشويه غير هكا غير باش يرسل لنا فوق الحشوه. بحال هاد الشكل هكا. ودابا انا غادي ندوز نشعل الماكينه باش غادي ان شاء الله نوريكم كيفاش غادي نطيبها. ودابا هذه هي الماكينه ديالنا ديال الطاكوس. كنجيب الدنجال، ها هو راني دايره فيه فرماج، وكنحطهم هكا، كندير ثلاثه الحبات. واللي ما عندوش هاد الماكينه يديرهم غير في الفران، يشعل الفران ويدير فيه اللاطه بحال هكا. انا مقادهم دابا في اللاطه، حشيهم في الفران، ملي تشوفوا الفرماج داب صافي جبدوه، راه ما يحتاج لا طياب لا والو، حيت لانه راه مفور راه طايب في التفويره. دابا انا ما غاديش نسد الماكينه، غادي نخليهم غير هكايا حتى غادي يطيب ليا شويه من هنا من تحت، هاد الجلده غادي تحمر شويه والوجه ديال الدنجال عيدوب عليه الفرماج. وغادي نجبدو ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي. بالنسبه للماكينه ما تسدوهاش، لان الا سديتوها غادي يلصق لكم الفرماج هنايا وغتولي الماكينه حالتها، غير خليوها غير هكا محلوله وراها شاعله. وتنتلاقى معكم ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدنجال ديالنا، هانتوما شوفوا كيفاش جا، راه كيجي رائع وبنين. كنتمنىكم تدخلوا لاشين وتجربوا الفيديو من الاول حتى التالي. اللي استمتع به ما ينساش من لايك، اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك، فعل الجرس دير لايك وابوني باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ومازال ان شاء الله نعطيو المزيد اكثر واكثر، والهلا يخطيكم والله ينوركم الله يطول عمركم. اللي دخل لاشين مرحبا والف مرحبا يا ولدي يا بنت، وراكم وليتوا واحد من العائله، وشكرا لكم بزاف بزاف.